مواقع التواصل الاجتماعي حتكون داعم للصحافة. نعم. يعني أنا بقول لك إحنا مثلاً في فترة من الفترات يصعب علينا التوزيع في مثلاً المغرب. نعم. يصعب علينا التوزيع في مصر. الآن أنا جريدة السياسة على الواتساب بتصل كل المصريين اللي أنا أريد توصل لهم. صحيح. الساعة 11 بالليل الساعة 11 عندهم. صحيح. نفس الشيء في المغرب، نفس الشيء في كذا في دول أخرى. يعني بالسابق أيضا كانوا يعتمدون على المواقع. أذكر إحنا بنكتب أحيانا خبر بالسياسة ضمن المواقع اللي ما كانت متطورة كما هي الحال الآن، كنا نلاقي من يدخل على الموقع من استراليا، ما شاء الله، من أمريكا، من شو اسمه، يعني أنا بذكر، خلينا بقول لك لما نكتب أحيانا عن مثلا حوادث في لبنان ألاقي الموقع زوار عليه من استراليا، طبعا كلهم لبنانيين. صحيح. كلهم كذا، خصوصا لما يكون خبر اكيوريت يعني. نعم. دقيق وكذا كذا. الاقي من امريكا، ويمكن تفاجئ انهم زوار بالالاف. نعم. انا حتى الماكينه هذه تسخن من كثرة البوستر. نشيط، نشيط سفرات من كثرة والتجارة. الزوار عليها أحيانا يصل الزوار 200-300 ألف ما شاء الله. في الليلة ما شاء الله. وكذا على الآن أيضا بالواتساب ترسلها الساعة 11 يقروها، سواء كان بالسعودية سواء كان يعني مثلا بالسعودية كان وصل توزيعنا كميات كبيرة، بس متى يوصل؟ يوصل حوالي الفجر على بال ما نطلعها وكذا كذا الساعة 11 يكون يلا تكون بالسوق أيضا.